السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة 16 أو 20. إن في ناس تطلق لي إنه تكتب لي لا أنت بتكذب، هاي الأستاذ 16، لا هي 19 20 لأنه محدث هاي اللعبة، تمام؟ فاليوم رح نحكي عن اللي صاير معنا بهي اللعبة. اليوم بدنا نزرع، أو مثل واحد من التعليقات كتب لي بزمانه إنه أنت كنت عم بتعذب بالبطاطا يمكن أو بشوندر سكري. المهم فقال لي انت السماء زرعت قصب سكر، فانا سويت طبعا حضر البث من يومين شافني شلون لعبت في قصب السكر او زرع قصب السكر، تمام؟ او كنت عم بزرع او عم بشوف انت في الفيديوهات السريعه شو انا عم بزرع قصب السكر، تمام؟ وحصاده طبعا طريقه الحصاد اللي تعذبت عليه رح ينزل لكم فيديو مسرع ان شاء الله، اللي كان بث المباشر من يومين بعد كم يوم. فحبيت اليوم ازرع هاي الارض اللي عندي اياها نصها، طبعا شو انا بفرجيكم اياها كلها، شايفين هيك الارض من هون، شوف شوف من هون وهيك فيها قصب سكر، من هون وهيك اللي عم بزرع انا فيها فاصوليا، تمام؟ شوفوا شلون، لان الارض كتير عذبتني لما زرعت مرة الماضية قصب السكر كاملا، فتعذبت كتير، تمام؟ فرح نحتاج رح ازرع هذا القسم. هلا بنتظر عليه شوي، ما ضل تقريبا يمكن نص ساعة بيجهز، تمام؟ رح اسرع من الفيديو بس خلص هذا يخلص زراعته، رح اسرع مشان نحصد نحصد قصب السكر، ورجيكم شلون نحصد قصب السكر، لأنه بجد بجد عذاب طلع، ونصيحة لحد يزرع قصب السكر، لأنه إذا بدكم تزرعوا قصب السكر راح نفرجيكم المودات الموجودة، ما في غير هاي الماكينة وحقها 390,000، والمصيبة مو بالماكينة، بالمصيبة السيارة اللي تمشي ورا الماكينة، لأنه هاي ما فيها خزان، تمام؟ هي نمبر 1، نمبر 2 إذا بدك أنت تشتري يعني ماكينة هي اللي بتحصد قصب السكر، أتوقع موجودة هون. ها هي شوفوا هاي الماكينة بتحصد قصب السكر، بس هي بتحصد خط واحد بس، يعني متر، يعني هن كاتبين متر بس هو مو متر، حتى نص متر هيك هيك قد المجال بتحصده، وكتير كتير تعذب، حتى بدك تضل تريلا ماشي وراها، وكتير كتير تعذبت، ورح تشوفوها بفيديوهات مزرعة ان شاء الله مستقبلا. لكن الان نحن في هون منتظر خلي خلص حصاد او زراعة الارض، لانه انا خلصت ظبطها حرثتها كله على 24، وهون مزروع شوندر او قصب سكر، تمام؟ طبعا رح افرجيكم ايش الاليات اللي نحن رح نحتاج نستخدمها. انا حطيت عجب كان هون هن موجودات، اتوقع هن هون، طبعا معلومة جدا مهمة، انا زرعت نص الارض قصب سكر ليش؟ لانه كان عندي شوية قصب سكر موجود بهاي الماكينة، تمام؟ هاي نمبر 1، نمبر 2 مشان افرجيكم وشلون نحصدها كاملة ونزرعها، وما حبيت انه ازرع كم الارض كلها لانه ضغط المرار حرفيا، لانه بدها تكلف كثير، يعني حتى بدك تفكر تزرعها وما عندك كل الماكينات اللي هلا انا عندي اياها، رح اورجيكم اياها بس ما عم بلاقيها. هذول شوفوا بده يكون عندك هذول اثنين، هي ما هي مهمة كثير قد ما هي مهمة هي، شوفوا اهي هي الحصادة مع الراس تبعها، وبدها تكون مركبة تريلا، والتريلا بدها هذا الدولابين وكل المودات، ما في شيء موجود باللعبة، لأنه هون الراس، خليني بس خليني افتحه طول بالك، خليني افتح لكم من الراس افرجيكم اياه، شوفوا الراس ما اكبره، شايفين الراس؟ هذا بس الراس، طبعا هون بشيء انه يسهل عليك عملية الحصاد سريعة جدا بتكون، بس بالمقابل التريلا فورا بتتعبى، يعني ما بتروح هذا الخط الموجود ما بيروح، يرجع ربعه يكون خالص تعبى، تمام؟ لكن انا هلا حاليا ايش رح اعمل؟ بس شفتوا انا هي قطعة الارض الصغيرة اللي زمان وحزرعناها، طب خلينا نروح انا بهذيك التريلا افرجيكم اشي مهم جدا. تعال امشي انت. شايفين هاي الارض؟ تتذكروا بفيديو سابق نزلت عليك انت عم بجرب ايش قد ممكن يطلع منها قمح اذا ما حطيت لها سماد، اذا حطيت لها سماد وقتها وقتها حسب ما زرعناها، لما حطينا لها سماد فطلع معنا حملين ونص تقريبا، يعني كان كل سياره 943 طوم سياره الشحنونه فضيه صح؟ ولما ما حطينا لها سماد طلعت تقريبا سياره والثلث تقريبا هيك شيء طلع الحمل، تمام؟ شايفين هي شقفه الارض هاي؟ اذا زرعتها قصب سكر وحصدتها طلع معي، هلا هورجيكم، طبعا انا صف هدول الماكينات هنيك لانه في معي كميه زادت،
فما وصلت حطها بالمخزن فرحت بعتها، تمام. ومكان البيع صاير ما في غير هذاك المكان الموجود الوحيد اللي هو هنا. طبعا حضر امبارح بس المشاريع، يعني في هذول كانت 3 اماكن، فهذا كان احسن سعر اللي هو هذا الجرين. وين هذا الجرين؟ يمكن لك هذا فوق، لا هذا هو تحت نفسه، صح نفسه. فرحت بعت لانه هذا بيدفع احسن سعر بقصب السكر، فرحت لعندهم بعتن لانه ما هذا المكان اني افرغ الخزانات الموجوده معي. فتخيلوا شو اطلع من هاي الارض، من هاي الارض شايفينها هي هي كلها، شو اطلع منها، اطلع منها هلا راح بعتن. طبعا هلا رحت انا جبت هاي السياره الثانيه هي وثالثه صفيتها، لان بدي ابيعها كلها قصب سكر، لان هتشوف شو عندي قصب سكر. تخيلوا قد ايش قد تقولوا الموجود معي، كم طن من هاي شفات الارض اللي طلعت معي؟ طبعا لك تقولوا تقريبا 100 طن، تقريبا 100 طن، لان كان هذيك خزان فيها 50، هون تقريبا 65، المهم تقريبا تقولوا 100 طن رح تبعته. فايش قد تقولوا يطلع معي؟ رح تفرجيكم ايش قد يطلع معي قصب سكر. شوفوا طبعا هون الخزان بيسع مليون لتر من كنو، بيسع مليون من كنو، شايفين؟ فنقلب شايفين ايش قد معي؟ معي 100 طن قصب سكر. فراح اعبي هذا كله قصب سكر، اعبي هاي التريلا كلها قصب سكر، واديك التريلا كلها قصب سكر، نشوف كم طن راح تسمع معنا. هاي اول سيارة 45 طن، خلينا نشوفها من برا. طب مثل ما انكم شايفين هون عندي تقريبا 45 طن، رح نفرض نحن نقول تقريبا ونشغل التتب وقف يكون 40 متر بينك وبينه، تمام. طبعا هون شقد في عنا 45 طن نفرض، تمام، هون 45، هون في عنا 45، يعني تقريبا بتقول 90 طن معنا. طب 90 طن، ايه 90 طن، يا الله ده الجو شكله والله. طيب هلا راح اروح نبيعها، والله صعب تسوق السيارات ورا بعض. والمراية ما انشغلت مثل على مناسبة، لانه ما التريل هي لها مناسبة. طبعا هون عم بستنى هي، ما عم بشغلها كرمال الارض بس تكمل حصاد. حاجة تدحمني يا مجنون. هلا نحن وصلنا الى الكازية، او مو الكازية، وصلنا مكان ما حرم بيع فيه البضايع. صاحبنا عم يدحم، نشوف شو قد راح يعطونا مصاري على ال90 طن يلي معنا. والله اتوقع 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 لازم يعطوني، قالوني 11000، معناته الثاني كمان 11000 لازم تكون، 11000 بس. يعني الحمل كل البضاعة بيطلع حقها 20 11، تقدر تقول طول بالك، خلي كملها التحقيق على الخالص تنحسبها صح. 11000 على التمام، تمام، 11000 11000 11000، 22000 22000، في فونا 2000 كمان رح تجينا، وال 2300، فصار 23 25000. يعني كلمة طن حقها 25000، راح تجيب لي 250000 اذا بعت ال 200 طن اللي موجوده عندي، تمام. يعني اذا بعت البضاعه كل الموجوده عندي بتجيب لي 250000، يعني ديل يعتبر جدا محترم ومرتب، حتى اكثر من 250000، لان انا بعت بالاساس. طبعا هلا حقه 245 ممكن يوصل ل 300، بدك تصبر تراقب البورصه، عرفت شلون؟ انت واحد لازم يضل عم يراقب حتى وقت يبيع ما يكون مهدود. طبعا هون في ما في طريق، كان في ممنوع دخول الشاحنات او السيارات. طيب نرجع على الطريق نفسه. طبعا شباب في حقبة الانتظار الطويل يلي طور الموسم لا يطلع كثير، فحسبت الارض واستنيتها بمطلع البذر، وحسبت الارض تقريبا انا هلا صالي حاليا عم بلعب ما يعادل الساعتين اللعبة، فلذلك قلت خليني ازرع الارض قمح، لا توبة 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 قبل القمح، قبل القمح
انا استكشفت لكم شغله، انه هون اذا تدخل على هاي القائمه هون يبين معك شو عندك كل ماده شو عندك منها. مثلا انا مثلا عندي 96,000، هون عندي 8,000، هون عندي 43، هون 9,000 والارض للصقيد الحصاد، يعني هون عندي 81، هون عندي 87، عندي هون 124. هلا شوف هذا نفس هذا تقريبا، ما في فرق كبير بيناتهم، يعني ايش ما نزرع عادي كله مثل بعضه. فخليني ازرع فاصوليه، خلاص خلينا ازرع فاصوليه، خلاص خلينا نضل على فاصوليه وضل عم نزرع فاصوليه. حلو، وهلا دخلنا باليوم الثالث الحمد لله مشان زراعه قصب السكر. هلا عن اول قصب السكر والله العظيم تعبني. هاي شغل هاي، خلها روح كمل شغلك. شوفوا حتى الارض، هاي انزل من هاي افرجيكم ايش كنت عم بسوي. شوفوا الارض حصدت هاي كلياتها ورجعت زرعتها ومشي الوقت على سرعه 30 مشان الحق ازرعها. روح على الارض قصب السكر. هنا هون ريموف تراب، ايه تمام. اتوقع انها صارت جاهزه. شوفوا هذا هو قصب السكر، شايفين شلون بس واحد دخل بقلبه بضيع. وهنيك كمان الموسم الثاني جاهز. هلا هون تقريبا ابتدى تكون مو نص الارض، اكثر من نص، شي 65% اكشن. اطلع مو والله يبين معنا. هلا بديك الارض طلعت معنا اول مره، طلع معنا شي مليون ومو 100، اكثر من 100، اقل من 100، يعني مليون 95 هيك شي تقريبا طلع معنا محصول. فانا اول مره كنت عم بشتغل بالتريلا الحمراء، طبعا رح تشوفوها هي بالفيديوهات المسرعه، بس انا خلال صار لي 4 ساعات عم بلعب خلال هذا الاشي، فقررت كثير قرارات مهمة رح لكم عليها. رح تشوفوا كل يوم فيديو مسرع مدة 12 ل 15 دقيقة رح انزل لكم اياه، لاني يعني انا هلا تقريبا صار لي تقريبا 4 ساعات عم بسجل. كل هذا رح تشوفوه ان شاء الله بالتفصيل، يعني هذا الفيديو وامبارح البث المباشر وفي فيديوهين كمان موجودات، فلذلك رح تكون كمية جدا كبيرة عن المزرعة. رح تشوفوا كل يوم فيديو بث مباشر او مو من البث المباشر او من تسجيلات هاي كل يوم في فيديو طويل لمدة ساعة. هلا هاي الماكينة طبعا المود تبعها رح تلاقوه تحت صندوق الوصف او بملف الاكسل اللي دايما تعرفوه انتو دايما موجود عليه، حكيت لكم عليه. هلا رح افتحها، واهم شيء انا عملت تريلتين. ليش؟ لاني المرة الماضية على هذيك كنا نعبي التريل فورم تبعها، هلا انا حطيت التريلتين فتطلع تقريبا يعني تريلا الحمراء ونص، فهمت شلون؟ فرح نجرب نعبيها. بس يعني هاي هون طبعا هو التصميم الماكينة ليس صحيح، لانه في شيء لازم نحط من فوق يقص هاي الاشبال الخضراء. اشتغل طبعا ما في، هلا ما نوصل لاخر تكون ما في اخر، في نصها تكون متعباية، بس نشوف رح يقلب على التريلا هذيك ولا رح يضل يعبي بهاي هاي الفضية. اذا قلب على الحمراء فامورنا لوز، اذا قلب ضل بالفضية اكنها هو. من هيك هيك انا عم بفضل اثنين يعني نفس الشيء. بس اتوقع والله ما اتوقع طبعا هي قريه الحصاد، شايفين شلون؟ يعني شوفوا الارتفاع طبعا، هون الراس رفعه. انا بس وقف بس خلص افرجيكم شلون تنزلوا وطالعوا، يعني هون رفع شوف شلون، ويا دوب شايف راس الاشل. يعني لو ادخل بالسياره بضيع، بكره بتشوفوه بالفيديوهات السريعه، بدخل بالسياره انا حرفيا بضيع، ما بعرف وين رايح. ايوه ما استفدنا شيء، طول بقى عليك. طبعا انا عم بشتغل عليها عم بكتب هذيك، ليش؟ لو العامل لحاله ما بيقدر يكتب هذيك، ما فهمت هي المشكله ايش. المهم انا وقف صلي هاي لا فوق في علاقه. اول شيء نصفها على الساوي، تعالي اهو وقف، لا اعلق هاي، هاي افصل، امشي لقدام شوي بما يكفي المسافه الامنه. تمام قلنا المسافه الامنه، هلا بندور ايش دورت انا؟ هلا عادي هذا بفعل الحشيش شغال اكثر من هذا وذاك. نبى نرجع على تريلتنا القديمة،
طبعا هذا الحكي حاليا الشغل راح اوقف انا لان راح منتج الفيديو خلاص. هي ورجيناكم شلون نحصد، واهم شيء المودات موجود تحت صندوق الوصف، والارض مليزة راح انا كاملة اساسا. راح شغل العامل واتركه، طب ما في شوي راح تتعبى هاي ماي ما تطول، بس راح اضل التريلا مشان ارجع اخذ هذيك التريلا، ما بتعلق من ورا التريلا كان على الله، برجع اخذ تريلتي واروح افرغها، وهذا راح اتركه بعد ما اخلص منتجة الفيديو هذا. ان شاء الله بكمل حصاد الارض كلياتها ونبيع الماكينه، نبيع الماكينه ونبيع الراس تبعها ونحذف. اي ونحذف المود، وايش كمان بعد ما نسوي كل هذول، ونحذف المود وعار توبة اذا حصل سكر تمام. بس راح نكتفي لهذا القدر، وكله مخلص الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك عشان اليوم فيديو جديد حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.